على سمبوسه سمبوسه على قول معاك. يلا وصلها واحده واحده. ايوه واحده. البيت نظيف يلق لق الشراء لنظفك يا زين. والله ترى الناس هنا مساكين، والله صدق غلاء المعيشة هنا موت، والأسعار أسعار العمال، الساعة الواحد ياخذ هنا بالساعة، أنتوا في نعمة صدق، يعني هنا شغالة في الشهر وبس تجي 4 ساعات في اليوم إلى 6 ساعات، يصير راتبها أقول لكم يصير راتبها يعادل 10 شغالات في السعودية أو الكويت أو الإمارات أو أي دولة خليجية أو مصر أو أي دولة عربية. والله جد طبعا فرق، لأنه هنا بالساعة يحسن الساعة، يعني لو جو جبتها كل يوم 4 إلى 6 ساعات في الشهر، تصير في الشهر الواحد تاخذ 4000 دولار فما أكثر، تخيل. لا كان اوكي نقول معليش بندفع، لكن وين تلقونهم؟ حتى يعني لما يجون يسألون عن البيت كم غرفة، انا لما يعرفون انه القفر هناك اعطيهم عدد الغرف ودورات المياه وكذا والمساحة يجنون يكنسلون ما يجون. والله ايوه حطي البصل خليني اخيرا ليش لا هذه بهارات زدت انا شويه بهارات، تلقينها الحين صايره مليانه بهارات لاني صايمه كل شويه ازيد احس انها تحتاج. والله شكلي والله شطوره تطبخ بنتي، الله يجاني فدوتها. شوفوا هذا القدر تمام، هذا وكمان هذا القدر الكهربائي اللي استخدمته الحين. ايش بسوي؟ بقطع البصل، وبعد البصل الكزبره، بس ما راح احطه على اللحمه الحين، قلت لكم بحطه على اللحمه بعد ما تبرد. خلوها الحين البصل يذبل على النار مع اللحمه، وبعدين اخليها تبرد، بعدين احط البصل الاخضر والبصل. قبل زمان شفتي صوره مين؟ ايوه صوره مين؟ شفتي يلا هاتي هذا معتز كيوت صح؟ ايوه يمكن كان توني قبل 3 سنوات هذا الشكل صح؟ ايوه كيوت والحين يجنن والله قبل 3 سنوات هذه وريني شو اللي يضحك والله انك تجنني، من اللي اخذ لك هذه الصوره؟ وين بس انك شيء طبيعي يا بنتي عادي وري عادي ايوه كنتي دغبوسه تنننين والله انك حلوه اشوف والله انها حلوه والله انها قمر بس انها كانت دبوبه هذا متى؟ هذا قبل سنه ترى لا 3 سنوات لا مستحيل لا 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 الحين لا 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 يعني قبل سنتين امي ايه كبرتي ونحفتي كان وجهك مدور ودبدوب والله انك قمر لا لانك انت بس منزله راسك يعني كل هذا الضحك عشان لا تفشلين ولا شيء افتحوا ارجعوا افتحوا الجوال لا ربا تقدرين تقطعين البصل؟ انا ما كنت حلوه يا ناس ايش اللي ما كنت حلوه كنتوا اطفال ولا زلتوا اطفال لا عاد احد يقول ماني حلوه والله انكم حلوين تجننون شو الكلام هذا؟ والله انكم تهبلون انكم بسوي شوربه ورز ولحم رز ودجاج محمر وسمبوسه بس ما اقدر اكل ليه؟ لان الساعه لا لقاء تجي هنا تقريبا 9 الساعة 9 لا والله قبل 8:30 نتعشى احنا وياها سوا
بس راح اكل شويه طيب كيفي. واللحمه بردت، انا قلت لكم ما تحطونها الا اذا بردت اللحمه. الحين نبدا نخلط واخري الصحن. اوكي حطي حطي البقدونس، انا طبعا اللي قطعت البقدونس. حطينه كمان حزمة بقدونس وحزمة بصل اخضر. كثير البقدونس ها؟ مرة كثير. وتقريبا واللحمة كيلو. والبصلة بصلة كبيرة. حجم كبير زي كذا. بصلة كاملة. هذه نص. اوكي؟ وملح وفلفل وكمون. شوف كيف تفتح النفس. ليش لازم تكون اللحمة باردة إذا حطيتوا البصل الأخضر والبقدونس؟ عشان ما تذبل ويصير لونها زيتي ويصير طعمها مرة مخيس. كذا بتكون هذه كشنة الرز. الحين بقطع الجزرة هذه أبشرها وأضيفها. هذه المرقة، يعني الرز ما أطبخ إلا في مرقة، ما أحط عليه ولا موية. هنا الشوربة، شوربة الشوفان. يمي يمي يمي. صارت جاهزة. هنا لحمة السمبوسة، هنا عجينة السمبوسة. يعني الحين ببدأ أسويها. أوكي لأنه لقاء في الطريق فبسوي الحين. هنا الدجاج تحمر خلاص. يمي اليمي. والله أني مرة سنعة سبيرة. مو ضروري كلها، لو نصها بس تعطي نكهة على الرز، نكهة تهبل. الجزر ايوه ها. خلاص اللي حطيته يكفي، هذا يكفي. وبحط واحد قرن فلفل حار، واحط واحدة فلفل رومي. راح اجيب الفلاعه.